أحسن الله إليكم وفضيلة الشيخ. هذا سائل أرسل بمجموعة من الأسئلة ولكنه لم يذكر الاسم في رسالته. يقول فضيلة الشيخ: نحن نعيش في منطقة ريفية والماء ليس متوفر خلال السنة، والبيت الذي نسكن فيه جوار جامع، وفي هذا الجامع خزان أرضي لتجميع المياه التي مصدرها المطر. فلعدم توفر المياه، حيث إننا ندخر تلك المياه للأكل والشرب، فإننا نقوم بأخذ الماء من الجامع ونقوم باستعماله في الوضوء للصلاة وغسل الثياب. فهل يصح هذا الوضوء؟ كما أن أصحاب القرية يأخذون منه، إلا أننا نأخذ أكثر منهم، فبماذا تنصحوننا مأجورين؟ إذا كان الماء مخصصا للمسجد وللوضوء فلا يحل لكم أخذه، لأنه وقف على المسجد، لا أنتم ولا غيركم. أما إن كان الماء وقفا عاما للمحتاجين للوضوء ولغيره وللشرب والغسيل فلا بأس أن تأخذوا منه قدر حاجتكم. أما إذا كان مخصصا للمسجد وللوضوء المسجد والشرب في المسجد فهذا وقف على المسجد، وأنتم بإمكانكم أن تجلبوا الماء لكم وأن تتروا الماء من مصادره ولو كانت بعيدة.